دكتور بغى نسولك كيفاش نحمي راسي من فيروس كورونا، وإلا كان ضروري خاصني نخرج أشنو ندير؟ سلام بنتي، مرحبا. أول حاجة خاصك ديري حاولي تفادي أنك تسلمي على أي واحد، وخا تكون خالتك. خلي بينك وبين بنادم جوج متر على الأقل، باش حتى العطاس ولا كحاب ما يوصلكش المار ديالو. وإلا جاتك الكحة حاولي ديري الكمامة ديال يدك على فمك. لا بغيتي تشري شي حاجة في الحانوت خلي بنادم اللي سابقك يسالي. وناري وتقيسي وجهك، حاولي تفادي وتغسلي يديك بالماء والصابون في كل وقيتة. واخا اشنو ندير؟ حاولي يا بنتي تبقاي في الدار وما تخرجيش غير الى ذاتك الضرورة. وعلاش؟ اذا بقيتي في الدار غير قلال احتمال اصابتك بفيروس، ويساعد الدولة على أنها تسيطر على المرض، وطبعا أعداد الوفيات غينقص لحقاش نظام الرعاية الصحية غيستعب كاع الحالات المصابة ويتهلا فيهم حتى يبراو. بعكس إلا كنا كاملين مرض تحت ما غيلقى العناية الكافية. الخبر الزوين اللي ممكن تسمع هو أن الفيروس ما كينتقلش في الوسط الهوائي مزيان، لكن الخايب أنه قد يوصلك إلى السهم اللي يديك بزاف، حيث كيقدر يبقى في الأسطوح، البلاستيك، المعدن، السيما إلى آخره المدة ديال 9 أيام. وشوف دابا الباب ديال الحديد ولا الدروج اللي كتشد فيها صباح وليل شحال من واحد كيقيسها بلا ما ندويو على الطاكسيات. هاد الوباء ما يمكنش نقضيو عليه دابا، لكن الممكن هو أننا نقلو المشاكل ديالو. وهادشي كامل إلا قلناه غير باش تستهلك بلا ما تهلك. هو بحال قاع الفيروسات، عندهم على برا غشاء دهني كيحمي المادة الوراثية، ويقدر شكون كيقضي على الدهون أو أي صابون عادي كيقضي الغرض ملي كتحيد ولا ريه. هو بحال قاع الفيروسات، عندهم على برا غشاء دهني يحمي المادة الوراثية ديالهم، وما يمكنش اي حاجة تقدر تقضي عليه الا الى استعملتي الصابون والماء عادي كيقضي الغرض. ملي كتحيد هاد الطبقة بالماء والصابون كيسهل يموت الفيروس بسرعة سهلة. حاول تغسل يديك بالماء والصابون مزيان لمدة طويلة من الافضل دقيقة. تيقني ولا قاعدة تيقني، الصابون هو الأقوى سلاح غنحاربو بيه كورونا.